في ظل التطور التكنولوجي الكبير والسريع اللي يشهده العالم، يعتبر موضوع الأوبتو إلكترونيكس من المواضيع المهمة. قبل لا ندخل بالتفاصيل المتعلقة في جوهر هذه كمعادلات وقوانين أساسية، خلينا ناخذ فد مقدمة على بعض المصطلحات اللي لازم أنه نلم بيها. فهسه أولا خلينا نناقش الموضوع الأول اللي راح أعتبره فد مقدمة للموضوع. Light Waves in Homogeneous Medium. قبل لا أبدي أدخل بهذا التفاصيل، لازم أولا أفتهم شن المقصود باللايت ويفز وشن هو الهوموجينيوس ميديم. فبالتالي قد أولا للوهلة الأولى أنه العنوان بسيط، لكن كثير من خلينا نقول أنهم المختصين يعطي كل واحدة من هذولي في التصنيفات مختلفة، تختلف هذه التصنيفات اعتمادا على المبدأ اللي يعتمد عليه. فبالتالي هسه أولا راح أبدي أولا باللايت ويف شنو أقصد بيها، وبعدين أخذ التفاصيل الثانية المتعلقة بالهوموجينيوس ميديا. أول خطوة أبدي بيها، أولا لازم أحتاج أنه أفهم شنو المقصود باللايت ويفز، الموجات الضوء شنو أقصد بيها. التعريف الأولي هسه يعني خلينا نقول أنه يعتمد عليه من على الشخص اللي جاي يعرف. مثلا الفيزيائيين راح يعطيني او من وجهه نظر فيزيائيه راح يعطيني في التعريف معين لللايت ويفز، ومن وجهه نظر غير الفيزيائيين راح يعطيني في التعريف ثاني، وهسه راح ابين هذه بنقاط. اولا مبدئيا نعرف الموجات الضوء او يعني الموجات الضوئيه او موجات الضوء، نعرفها بشكل اولي نقول هي عباره عن موجات كهرومغناطيسيه، وهذا صحيح مبدئيا انه هي الحاله العامه انه موجات الضوء هي موجات كهرومغناطيسيه او اشعاع كهرومغناطيسي. فاذا هسه اولا خلينا نفتهم ان الموجات الكهرومغناطيسيه موجات حاطينها في كل مكان، او هي موجات موجوده في كل مكان لا يمكن انه ان نتجنبها او نتحاشاها. يعني مثلا الضوء اللي جاي نشوفه الضوء المرئي هو هذا موجات كهرومغناطيسيه، الاشعه الفوق بنفسجيه اللي قادمه من الشمس هاي موجات كهرومغناطيسيه، الاشعه تحت الحمراء اللي يصدرها جسم البشري هذه موجات كهرومغناطيسية. فمبدئيا انه الموجات الكهرومغناطيسية لا يمكن تجنبها، فبالتالي هي موجودة، الالكترومغناطيك ويفز هي موجودة في كل مكان. طيب هذه واحد، طالما هذه الموجات الكهرومغناطيسية هي موجات موجودة وتحيط بينا، والضوء مبدئيا نعرف انه موجات كهرومغناطيسية، اذا لازم انه انا يكون عندي معرفة مسبقة بخصائص موجات الكهرومغناطيسية. فيكون هسه سؤالنا شنو هي هذه؟ تعرف لي طالما الضوء هو موجات كهرومغناطيسية، اذا اعطيني تعريف للموجة الكهرومغناطيسية. التعريف الاولي للاي ام ويفز نقول هي عبارة عن الموجات اللي تنشأ الكريتيد عن طريق الفايبريشن ما بين المجال الكهرومغناطيسي والمجال الكهربائي. بالتالي عملية التفاعل خلينا نسميه او الاهتزاز الفايبريشن ما بين مجال كهربائي ومجال مغناطيسي راح ينشأ عندي ما يسمى بالموجة الكهرومغناطيسية. إذا هسه أول نقطة من خصائص الموجات الكهرومغناطيسية خلي أسوي عملية ليستنج، خلي ألخصهم. أولا مجال كهربائي ومجال مغناطيسي من صفاتهم بالموجة الكهرومغناطيسية أن يكون متعامدين، هذه نقطة رقم واحد. طبعا كلامنا هذا مو على الضوء، كلامي على الموجات الكهرومغناطيسية. من خصائص الموجات الكهرومغناطيسية أولا انه يكون المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي متعامدين واحد على الاخر، واثنيناتهم متعامدين على خط انتشار الموجة الكهرومغناطيسية. زين، لذلك دائما احنا بالترميز نفترض انه مثلا انا عندي زد دايركشن هو عبارة عن شنو؟ خط انتشار الموجة الكهرومغناطيسية، ودائما ما نخلي انه الاكس والواي هما يمثلون الموجات، فاعطي مثلا الموجة الكهربائية تتعامد مع الموجة المغناطيسية واثنيناتهم على عمودي على خط انتشار هذه الموجة اللي هي الموجة الكهرومغناطيسية. زين، النقطة الثانية من خصائص الموجة الكهرومغناطيسية، طبعا هي تعتبر موجة، إذا إلها خصائص مثلها مثل بقية الموجات. شنو خصائص الموجات؟ من أجي أذكر أنه خصائص الموجات البروبرتيز مالتها أنه هذه الخصائص أصنفها أولا كموجة مثلها مثل بقية الموجات، إلها سرعة تنتشر بي، إلها طول موجي، إلها ويف لينث، اوكي، الها فريكوانسي. زين، بالنسبه للموجه الكهرومغناطيسيه سرعه الانتشار مالتها ثابته اللي هي 3 في 10 اس 8 متر لكل سكند، طبعا هذا وين؟ بالفراغ. زين، النقطه رقم
ثلاثة من خصائص الموجات الكهرومغناطيسية، أنه المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي مجالات يعني اثنيناتهم متلازمين، يعني أكو عملية كومبنزيشن بيناتهم، بمعنى أنه لا يمكن أنه أولا يفترقون، ثانيا ما يصير عندنا عملية الديفلكتد بيناتهم، بمعنى أنه الموجة الكهرومغناطيسية طالما منها عرفناها بالبداية هي عبارة عن الموجة الناشئة عن عملية الفايبريشن ما بين المجال الكهربائي والمغناطيسي، إذا أكو تلازم بيناتهم، بالتالي ما يمكن أن يصير عندنا عملية ديفلكتد بيناتهم، لكن يمكن أن تعاني الموجة الكهرومغناطيسية من تداخل والحيود، وهذه باعتبارها هي موجة، وهذه تعتمد عليها من على الوسط اللي راح تنتقل به، وهذا الناقشة من نوصل لموضوع الهوموجينيوس ميديم، شنو طبيعة الوسط؟ هذه راح ناخذ به قضايا التداخل والحيود وما تعاني الموجة خلال انتشار خلال الوسط. زين، أربعة، نقطة أربعة من أهم خصائص الموجة الكهرومغناطيسية، أنه أولا لا تحتاج إلى وسط أو وسيلة للانتشار أو للانتقال، بمعنى أنه خلال يمكن أن تنتقل بأي شيء، سواء كان بالفراغ، بوسط صلب، في وسط سائل، لا تحتاج إلى وسط ناقل، خلاف مثلا الموجات الميكانيكية اللي هي مثلا الصوت أو موجات الماء، هذول يحتاجون إلى وسط، لكن الموجة الكهرومغناطيسية هي موجة لا تحتاج إلى وسط للانتقال. زين، النقطة رقم خمسة من أهم ما يميز الموجة الكهرومغناطيسية، نصنفها على أنها هي ترانسفيرز ويفز، موجة نسميها موجة عرضية. شنو الموجة العرضية؟ الموجة العرضية هي الموجة اللي تقاس بسعتها بارتفاعها وبطولها الموجي. زين، ستة، الموجة الكهرومغناطيسية يمكن نقسمها، يعني هم أهم تقسيمات الموجة الكهرومغناطيسية، أو قبل التقسيمات عندي ستة أهم ما يميز الموجات يعني الكهرومغناطيسية، طبعا هي مثلها مثل بقية الموجات أنه تحمل طاقة، بالتالي عملية الإنرجي اللي جاي يشيل هاي الطاقة قد تكون أولا بشدة عالية، يعني واحدة من الأمور قد تكون هي المقدار الطاقة اللي تحمله متفاوت، لكن قد تكون بشدة عالية، مثال الموجات الكهرومغناطيسية القادمة من الشمس تكون الانتنسيتي مالتها كلش عالية. زين، إذا ننتبه للتقسيمات مالت الموجات الكهرومغناطيسية، آلية التقسيم مالها قائمة على أساس ما يسمى عندنا بالسبيكترم مالت الإلكترومغنيتك ويف، الطيف العام، هذا الطيف العام من يجي نقسمه يقسموه بهذا الشكل إلى سبع تقسيمات أساسية. هذه التقسيمات تبدي طبعا بأولا عندنا الراديو ويف، بعدين عندي المايكرويف، بعدها راح يجي عندي يجي عندي الانفراريد، بعدها راح يجي عندنا الفيزيبل لايت، وبعدين يجي عندي اليو في لايت، وبعدين يجي عندي الاكس راي، وبعدين راح يجي عندي الجاما راي. زين، هذول طبعا هذه الراديو راديو ويفز، وعندنا المايكرويفز، وقلنا عندنا الانفراريد، وعندي الفيزيبل، وعندي اليو في، وقلنا عندنا الاكس راي، وعندنا الجاما. زين، هسه احنا كلامنا وين؟ كلامنا على اللايت، اذا وين كلامي؟ على الفيزيبل، على هذا الحد. هذه هنا الفيزيبل لايت مالتنا، لو اخذ مثلا الطيف مالته هذا الاكبره الفيزيبل لايت هالشكل الحدود مالته، هذه هنا يتقسم الى ثلاثه تقريبا او اربع تقسيمات. الحد الاول اللي نسميه اللي هو التقسيم مالته نسميه اللي هو البلو الازرق، التقسيمات هالشكل تقسم، هذا خلينا نسميه اقسم على اساس انه هو البلو اند، هذه كلها هي نسميها البلو اند، هذا مو بلو، اوكي البلو اند، خلي افترض انه هذا البلو. زين، وعندي النهايه مالته راح تكون هي بالرد بالاحمر، هذه كلها ضمن السبيكترم مالت الفيزيبل مالتنا. طبعا الحدود مالته هذه هي تقريبا من ال 400 نانومتر الى 700 نانومتر، هذه الحدود بالنسبه لمن الفيزيبل. طيب شنو خصائصها؟ كلامنا وين هنا؟ على انرجي. اولا بننتقل هنا بدايتها، هذه تتميز بثلاث نقاط. اولا الميزة الأولى أن تكون هي الفريكوانسي مالتها عالي، أن تكون هاي فريكوانسي، هذه واحد. اثنين، راح تكون عندي هاي انرجي، بعد راح تكون هي شورت ويف لينكث، موجة قصيرة. بالنسبة لهنا راح تكون عندي بالريد اند بنهايتها راح تكون هي لو فريكوانسي، نفس الكلام، هم ثلاث حالات عندي، انه لو فريكوانسي وراح تكون مباشرة وياها لو انرجي، وراح تكون عندي هنا لونج ويف لينكث.
اوكي طبعا هذه هنا تقسم، هذه تقريبا نقسمها الى هالشكل، يقسموها الى اخضر تكون هي الاشعه او الطيف الاخضر، وعندنا هذا الطيف السميل الاصفر بالحدود هي 400، هذه 500، هنا 600، 700، هذه كلها من ال 400 ل 700 نانومتر، هي كلها تمثلها السبيكترم مالت الفيزيبل. اوكي اذا على هذا الاساس خلي ارجع لاصل التعريف مالتنا مالت اللايت ويفز. اذا على هذا الاساس نقول اللايت ويفز الموجات الضوء هي جزء من الموجات الكهرومغناطيسيه، هي جزء من الموجات الكهرومغناطيسيه. لذلك قسم من المختصين من يتكلم عن اللايت ويفز يتكلم على اساس فقط هذا الطيف، لكن الفيزيائيين بصوره عامه او احنا بالنسبه لنا كمهندسي اتصالات من نتكلم عن الموجات موجات الضوء نناقشها ونتكلم على اساس هي موجات كهرومغناطيسيه وكل ما يحيط بالموجات الكهرومغناطيسيه. زين هذه النقطة طبعا، هذه التقسيمات على الرغم من ان العلوم طبعا هي او مختصي العلوم هم اللي صنفوا هذه الموجات اعتمادا على طول الموج مالتها وعلى تردداتها اللي نسميه بالطيف العام. على الرغم من هذا ان العلوم هذه يعني تصنيف مالت الموجات الكهرومغناطيسية قسمها الى 7 أقسام اساسية، لكن هي بالنتيجة هي مظهر واحد، هي تمثل موجة والها تعاني من مجموعة من الظواهر اللي لازم تفسر. فبالتالي هذا التقسيم هو قائم على اساس الدرجه الاساسيه على التخصص على الاستخدام، يعني وين استخدم هذه الموجه وشنو طول الموجه مالتها. فبالتالي صار اليه التقسيم اعتمادا على الاستخدام، لكن هي كدرجه اساس تعتبر هي مظهر واحد من من الطيف العام للاشاره ككل. زين النقطه اللي تهمنا بالنسبه لنا انه هسه اولا صار عندي مفهوم انه اللايت ويفز هي موجة كهرومغناطيسية، جزء من الموجة الكهرومغناطيسية، وبالتالي هي إلها نفس خصائص الموجة الكهرومغناطيسية. إذا من أتكلم عن اللايت ويفز بالهوموجينيوس ميديوم، إذا لازم أنا أولا أفتهم خصائص الموجة الكهرومغناطيسية المنتشرة في وسط شنو متجانس. إذا لازم هسه أولا أنتقل بعدين للمفهوم الثاني اللي هو الوسط المتجانس وشنو الخصائص هذه الموجة الكهرومغناطيسية من تنتقل بوسط متجانس، وهي شنو خصائص الوسط المتجانس وشنو الصفات وشنو راح تعاني الموجة الكهرومغناطيسية. هذه الأمور كلها راح ناقشها بالمقطع القادم. فأريد من الطالب هسه مبدئيا خلي ألخص الكلام بالشكل التالي. أولا كل ما تسمع بكلمة light waves يتبادر إلى ذهنك هي موجة كهرومغناطيسية. الموجة الكهرومغناطيسية هي عبارة عن موجة ناتجة عن compensation ما بين الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد، تعامد موجود بيناتهم، عمودين اثنيناتهم على خط الانتشار لهم سرعة انتشار هذه الموجة بالفراغ، ما تحتاج إلى وسط ناقل، ما تحتاج إلى وسط لنقلها أو انتشارها. أهم نقطة بالنسبة إنه راح نناقشها هي مقدار الطاقة اللي تحملها، كمية الطاقة كيفية تقيسها، من نقول إنه هذه طاقة عالية طاقة قليلة شنو المعيار، هذه الأمور راح نناقشها ونشوف تفاصيل الوسط الخصائص الوسط مالتنا المتجانس وشنو هو يختلف عن الوسط الغير متجانس وشنو تأثيره على الموجة وطاقتها، نناقشها إن شاء الله بالمقطع القادم.